بدليل ان انا لسه ستارتونت. تعتبر هالمسرحية عودة قوية للتعاون من جديد بين الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم بعد غيابها لخمس سنوات عن التمثيل، ولهيك كلنا متحمسين لنعرف تفاصيل أكثر عن مسرحية التلفزيون. مسرحية التلفزيون تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب، إخراج الأستاذ محمد الصغير، وفي مجموعة كبيرة جدا جدا من النجوم موجودين. سعيد جدا أن أنا بشتغل معهم. عودة لإيمي سمير غانم بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا وإضافة كبيرة جدا للمسرح، وطبعا في محمود حافظ وأسقس ومدام بدرية طلبة وأستاذ سليمان عيد وأحمد عبد الهادي، مش عايز أكون نسيت حد يعني، بس في نجوم كتير قوي. والمسرحية اشتغلنا عليها بقى لنا 3 شهور وخلاص في اللحظات الأخيرة قبل العرض. والله أنا بقى بمسرحية اسمها التلفزيون مع حسن وإيمي، سعيد جدا بالمشاركة معهم. تقريبا أنا اشتغلت مع حسن قبل كده، دي أول مرة حسن وإيمي مع بعض، كواليسهم زي العسل. مبسوط جدا أنا بشارك في المسرحية دي، بعمل دور اسمه دوشة باين على شكلي وعلى اللوك، فإن شاء الله الناس تبسط يعني. والبس براندات ببلاش واشتري شقة ببلاش واكل ببلاش، امال الفلوس اللي هاخدها اصرفها في ايه؟ على راي النكته اللي بتقول لك كبر ابنك خبيث. لا دوري بقى مسخره، نفس الادوار اللي الناس بتحبها، بس طبعا كل مره بيكون مختلف شويه من الاداء، اللبس، الاكسسوارات، بس هي الست اللي بتدخل بقى بتحاول تتهجم على جارها ومراته مش موجوده ومراته بتيجي فبتشك فيه هو وانا السبب، حاجات كده مش لطيفه. انا اول مره ان انا اشرف ان انا اكون موجود في مسرح في موسم الرياض. طبعا انا بشكر زميلي واخويا ودفايتي النجم حسن الرداد، كنا بنتصور مع بعض فيلم بريموندو، عرض عليا ان انا اكون موجود في الموسم، كان لي الشرف ان انا اكون موجود وسطكم يعني. السعاده والحماس كان واضح على ابطال العمل خلال وقوفهم على خشبه المسرح، واكيد هالسعاده وراها سر كبير. لا انا ببسط جدا طبعا ان احنا بنشارك في موسم الرياض كل سنه. التطور اللي احنا بنشوفه في المملكه سعداء بيه جدا، الدعم اللي موجود حتى من الجمهور ومن المملكه كلها بنبقى سعيدين بيه جدا. الطفره اللي موجوده السنه دي في مسرح جديد اتفتح اللي هو جلوبال جنب مسرح طبعا محمد العلي وبكر الشدي، بقى في 3 مسرحيات في نفس الوقت موجودين، تحس ان في زي منافسه كده. ان شاء الله الناس تستمتع بالثلاث مسرحيات اللي موجودين. انا من اول سنه خالص عمل في الموسم وانا موجود، فبشوف التطور اللي بيحصل كل سنه، بيتطور الموسم عن السنه اللي قبلها وتطور كبير واخد الشكل العالمي. خلاص السنه دي شفنا حاجه جديده تماما، وايفنتات يعني ايفنتس عالميه بتحصل، فما شاء الله في تطور كبير يعني. دي المره الرابعه اللي باجي لكم فيها، عندي 3 اعمال ما شاء الله. الله أكبر عليك يا بيتش يا بدارة. جاي لكم تاني، ببقى مبسوطة زي ما أهل الرياض أهل السعودية عموما بيجوا علشان يشوفوني وبيكونوا مبسوطين، أنا برضو ببقى مبسوطة أن أنا عندهم هنا وحيشوفوني. شعور طبعا ببقى يعني خايف أن أنا ما أكونش على قدر المسؤولية، أن أنا ما أقدرش نصنع الابتسامة على شوش الجمهور، فهذا شيء بيحملنا المسؤولية، فيا رب نطلع مجبورين الخاطر ونقدر نسألهم إن شاء الله. حبينا ناخد نجومنا بعيد شوي عن أجواء المسرحية لنتعرف منهم على هواياتهم منذ طفولتهم بجانب التمثيل. لعب كورة، لعب كورة معروف، كنت بلعب كورة أصلاً، بعد كده بقيت ممثلة. كنت حبقى المدرسة بدرية لأن أنا خريجة معلمات ومدرسة، فكنت حبقى مدرسة، لا حول لي ولا قوة، واقفة في الفصل بضرب العيال والعيال يضربون. كنت بلعب كورة، كنت هنافس كريستيانو رونالدو، بحب اقف جون، بس مش عارف ازاي هبقى كريستيانو، بس هبقى واقف جون، هبقى يعني هبقى حارس مرمى، مش هيدخل فيا جوان كريستيانو. البنطلون يخبي بيتك. عندي دلوقتي فيلم بليموندو بيتعرض في السينما دلوقتي، لسه نازل من ايام قليله، وباذن الله ان شاء الله عندي فيلم جديد برضو داخل احضره عشان ينزل في الصيف، وعندي ان شاء الله مسلسل في رمضان. والله بص انا مركز الفتره دي في السينما، الحمد لله اخر حاجه شاركت فيها كان فيلم مستر اكس، والحمد لله كان تقريبا اعلى ايراد لفيلم عربي في الوطن العربي في 2023، فباذن الله بنحضر لفيلم جديد ان شاء الله مع احمد فهمي برضو. الحمد لله انا مصور كذا فيلم في القاهره، من ضمنهم اخرهم فيلم الاستاذ خليل يوسف، فيلم الاسكندراني،
بطولة النجم أحمد العوضي وأنا وأستاذ بيمو فؤاد وتأليف الرائع الراحل أستاذ أسامة أنور عكاشة، وعندي مسلسل تاني اسمه السرداب، وعندي أعمال سينمائية بعد ما أنزل من الموسم إن شاء الله نبدأ تصويرها إن شاء الله.